فلسطين. كما ذكر رامز، حزب الله نعى أحد عناصره من دون تحديد هوية المستهدف، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه قائد عمليات جوية. هل من تفاصيل لهذا الاغتيال وأيضا الاستهدافات من قبل حزب الله لتكنة زرعيت؟ نعم ريما، بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي يتحمل فيه مسؤولية الاغتيال الذي وقع في دير كيفا جنوبي لبنان. الجيش يدعي بأنه قضى من الجو على قائد منطقة عمليات جوية في حزب الله الذي قال إن اسمه فضل إبراهيم. قال الجيش في بيانه إنه كان ضالعا في تنفيذ عمليات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية والأراضي الإسرائيلية، وأنه خلال الأشهر الأخيرة عمل على تحسين القدرات القتالية البرية لدى قوات المشاة في حزب الله، وأن أيضا من خلال هذا البيان الذي صدر في الدقائق الماضية ادعى الجيش بأنه هاجم منصة صواريخ أرجو، وأنها كانت تشكل تهديدا على عمل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي اللبناني، وأطلق تهديدات في بيانه بأن طائرات سلاح الجو سوف تبقى وتعمل على تطبيق المهام الموكلة إليها من قبل الجيش الإسرائيلي، وأن سلاح الجو سوف يعمل على توسيع ونطاق حرية عمل طائرات السلاح الجو في المجال الجوي اللبناني. وهنا نشير أيضا إلى أن في الأيام الماضية وخلال المواجهة الحالية أسقط حزب الله من خلال صواريخ أرجو أكثر من طائرة مسيرة من نوع هيرمز 450 وأيضا من نوع هيرمز 900 التي تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار، حوالي 3 إلى 4 طائرات مسيرة كبيرة أسقطت بصواريخ أرجو لأنها تخترق المجال الجوي اللبناني وتتعدى على سماء لبنان. الآن في بيان الجيش هو يطلق هذه التهديدات بأنه سوف يبقي على عمل طائرته في السماء اللبنانية. نتحدث عن تحدي إضافي في السماء الآن ليس فقط على الأرض. في الميدان أيضا أطلقت رشقة صاروخية باعتراف الإسرائيليين بأنه أطلق ما لا يقل عن 10 قذائف صاروخية باتجاه الجليل الغربي تحديدا زرعيت وشميرة، لكن بيان حزب الله هو أظهر بأن المستهدف ثكنة عسكرية. ريما، شكرا جزيلا لكم كريستين ريناوي ورامز القاضي. إذا نذكر ببيان الجيش الإسرائيلي.